نحكي عنه للفراغ، حضور نائب السابق سليمان فرنجية إلى السفارة السعودية، هل هو هيك بداية إعلان الرجل بأنه من ضمنه الأكثر حظاً برئاسة ولا لا؟ هو أنا برأيي بعد ما في شيء يتغير أنه المرشحين أو الشخصين الجديين الوحيدين من شان الاستحقاق الرئاسي لغاية الآن بعدهم هن سليمان فرنجي والعماد جوزيفا، ما في حدا ثالث. ميشيل معوض هو بيعرف كثير منيح وفريقه بيعرف، وانه ترشيحه هو او حط اسمه مشان قطع الطريق على سليمان فرنجي مش مشان شيء اخر. طيب وليه بيضل جاهز فيها الأد وليد جنبلاط لاسم ميشيل؟ لانه ما بده يروح محل، لانه ما بده واضح يعني وليد جنبلاط قال ما بدي سليمان فرنجي مثل ما هي يعني، صح قال لا صح وما بدي سليمان مش راح اغير، لانه كان البعض عم بيقولوا انه ممكن يغيره. برايي هيدا موقفه يتماهى الى حد بعيد مع الموقف السعودي اللي بيقول انه انا استكمال او امتداد للعهد السابق انا ماني فايت فيه. بيشوفوا سليمان فرنجي امتداد للعهد السابق بالمعنى السياسي للمحور يعني نفس المعادله. ايه نفس المعادله السياسيه هن عم يطرحوا، هلا ما بعرف بعدين اذا بيغيروا بس ما مبين لهلا، عم يطرحوا هن انه معادله انه يجي تركيبه سياسيه رئيس جمهوريه ورئيس حكومه لا لليمين ولا للشمال، يعني يكون خارج هذا الموضوع وعنده ذهنيه قادره تتعاطى مع يعني السعوديين مش عم بيسوقوا له لسليمان فرنجي بهذا المعنى. يعني واضحين قالوا هيك، هلا بتقولي امبارح حضوره ليش؟ هو قال انا حضوري لانه دعيت وانا لبيت، بس ما فيك تشيلي انا كمراقب المعنى السياسي تبع هذا. ايه طبعا هو يريد يدرك جيدا انه في حائط كبير قدام ترشحه اسمه السعوديه. وانا مش متخاصم معه وبده يقرب المسافه بينه وبينه، انه هيك بقراها. هي بس السعوديه عائق ولا حتى حزب الله ليس متحمسا؟ يعني هلا البعض بيقول انه حزب الله يعتمد هي استراتيجيه الصمت الى لحظه الاعلان عن المرشح لما يحرقه. في البعض الاخر بيقول حتى انه في منطق بيقول مش قادر يقنع حزب الله تيار الوطن الحر باقله مش تبني اعلان ترشيح فرنجيه لكن عدم معارضه فرنجيه. سمعت هذا المنطق، حزب الله بيقول انا ما قدرت انه اطبقه للرئيس بري انه يرشح او يصوت للرئيس عون من 6 سنين، انا ما قدرت ولا مره اني وفق بين حركه امل وبين التيار الوطني الحر وقت الانتخابات النيابيه كانوا يصير في خلافات والمشاكل، وبالتالي انا عندي حدود يعني قدرتي على التاثير حدود انا ما بتجاوزها. ربما وربما حدا تاني بيقول انه حزب الله يدرك انه بالاخر هذا مثل ما عم تقولي، خليني اقول اللي عنده النية حسنة واللي عنده النية سيئة. سيئين النية بيعتبروا انه ربما حزب الله قادر كان بمسألة مصيرية مثل هي انه ياخذ هذا الخيار انه يدفش ويضغط ويرتب الامور، لكن بجير اللعبة بيلعب الدور يلي هيدا من دون فعالية، عم بقول سيئين النية لانه يدرك انه بالاخر الهدف الاساسي هو عم ترتب اعاده السلطه في لبنان وبدك كمان داعم اقتصادي. طيب انا اذا بدي افترض جبت حدا بالخلاف وصل يعني حدا امتداد للمسار القديم، طيب انا شو كيف عم بهر البلد كله انه انا ماني قادر، عم برجع بقول هذا تفسير سيء النيه، بس هذا بتبقى يعني قراءه بالنوايا مش قراءه بالمعطى السياسي. بالمعطى السياسي لا دافش وبده وراح يضغط اكثر في هذا الموضوع كما هو مبين. هلا جبران بيسيل ما بده، والعائق الاكبر هو السعودي برايي يلي مش ماشي الحال في هذا الموضوع. وما رح يمشي الحال معه بتقول لسليمان فرنجيه يعني البعض يكون زيت المشهد السعودي اللي صار مع مش مع الرئيس ميشيل عون انه قالوا بوقتها انه نحن ما بدنا وفاتوا بالتسويل كله ودلهم هن يقولوا لهم اعملوا بدكم غير ظروف بدك تشوفي مشان هيك. بالعكس يومتها في عندك كان على المستوى يلي دفش اكثر باتجاه الرئيس عون اتفاق النووي كان صار مع إيران أوباما. أوباما يومتها كان عامل الاتفاق النووي قبل ما يوصل ترامب، قبل ما يوصل فرقت معه قبل ما يوصل ترامب. كان في عندي كمان سوريا يلي موازين القوى العسكرية راحت بالكامل لهذا، بالتالي كان في مناخ خارجي صار في كمان شبك مصالح مع الفريق السني اللي هون يلي هو الرئيس الحريري يلي عمله جبران باسيل مع نادر الحريري، شبك مصالح قوي للمرحلة لقدام.
والسعودي كان بمرحله ثانيه، وبالتالي يعني كان في جمله معطيات بتاشر هذا المناخ الاقليمي الكبير رايح بالاتجاه. اليوم المناخ الاقليمي رايح بمحل ثاني، وللمناسبه انه حتى بالانتخابات النصفيه الامريكيه رايحه الامور اكثر، انه اذا ممكن تاثر اولا الملف اللبناني مثل الملف اليمني، من الملفات القليله ما في خلاف عليها بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ايا تكن النتيجه، فاذا افكارهم متطابقه اذا ما كانت اعلى درجه، يعني اعلى درجه عند الجمهوريين، وهيدا اللي بيقول لك فاذا ما بتروحي بالمسار يلي كان استكمال يلي ادى لوصول العماد ميشيل عون. بس هيدي بترجع بقول لك بالقراءه، هيدا ما بيمنع انه ما يزال سليمان فرنجيه هو مرشح اساسي، الى جانب طالما فتنا بالفراغ بمرحلة الشهور الرئاسة، إلى جانب إذا بدك الطيف القوي يعني خيال القوي لجوزيف عون، للعماد جوزيف عون في الاستحقاق الرئاسي، يلي مشان هيك بعتبر إنه هلا قديش متساويين بالفرص؟ لا 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 ما في، كل واحد عنده فرصة، كل واحد عنده قراءته الشكل، بس هذا مشان هيك بدي أقول لك برجع بقول لك هذا ما بيعطي يعني ما بيعني انه نفس الظروف او نفس المؤشرات او نفس المعطيات اللي بيتمتع فيها واحد الاوراق هي ذاتها مع الاخر. لا، السعوديه عندها مشكل مع اسم العماد جوزيف عون؟ لا ما بعتقد، قالوا انه نحن يعني باجتماع فرنسا الشهير يلي بطل سر، قالوا نحن مش نحن يعني بهيدي النقطه هو متقدم على سليمان فرنجيه، اعترضوا على حطوا فيتو باجتماع فرنسا، ما بعرف بعدين شو بيصير على اسم سليمان فرنجيه وعلى اسم جبران بيصير صح، يعني هون متقدم عليه. حزب الله عنده مشكل مع العماد جوزيف عون كمان؟ ما بعتقد، مش صحيح، مش مرشح هو طبعا. كيف يعني المسافه بين يعني حزب الله بالناس المقربين وفي فلك حزب الله الهجوم على العماد جوزيف عون؟ خليني استند على اللي بعرفه انا، ما بدي كل واحد عنده رايه، خليني استند على اللي بعرفه على قراءتي، انه المسافه اللي بين طبعا المسافه اللي بين سليمان فرنجيه حزب الله لا تقاس بالمسافه بين حزب الله والعماد عون، بس لكن قالوا هني أكثر من مرة نحن ما حاطين فيتو على حدا باستثناء سمير جعجع، باستثناء سمير جعجع ما عنا ولا أي فيتو على حدا، وطبعا مقصود هون بخلفية الكلام يلي عم يقصدوا فيه العماد جوزيف عون. طيب يعني لما بتحطي أنت ما بيكون عندك فيتو على قائد الجيش، والوضع أنت أمنيا على الأرض الوضع جيد بيناتهم، بالعكس عم بيطالبوا كان مثلا بالجنوب مؤخرا طالع تنسيق مع اليونيفل قبل أعطيني الجيش، هذا ما بيوحي أنه في عندك مشاكل أو عدم فهم بيناتهم، وطبعا مش على حساب هذا نفوذ الدولة، مش على حساب حضور الدولة يلي ولا مرة صار، بس لكن واضح أنه رغم أنه الجو منو عاطل بيناتهم، بس هذا ما بيعني أنه هو مرشحهم، بس كمان ما بيعني انه خصمه او هو بيعرقلوا له وصوله، يعني ممكن ما يصوتوا له بس بيعرقلوا له وصوله بيوصلوا لهالمرحله. انت عم تنظري للاستحقاق الرئاسي من محل انه بس اختيار اسم رئيس، انا بنظر له بغير محل يلي هو مشروع اكبر بكثير. اكيد انت عم تعملي بدايه مرحله جديده، وهذه المرحله الجديده قراءتها بس فقط مثل ما بيعملوا كتار من الناس من المراقبين انه يقروها من خلال اسم بس رئيس، لا، انت في عندك يجب ان يكون هنالك تفاهم على هذا امتى بحين موعد التفاهمات ما بعرف، بس هذه التفاهمات يجب ان تسبق او تؤدي هي الى انتخاب رئيس الجمهوريه، وبالتالي هل يكون بعده رئيس حكومي وقراءه بين الاسمين مين رئيس تفاهم، جوزيف عون او سليمان فرنجيه؟ من يستطيع ان ينسب التفاهم؟ حسب التفاهم برايي اللي ممكن انه يصير الطبيعه الرايحه لقدام، بعدنا عم نقول نحن الفيتو السعودي اساسي ولا لا؟ اكيد هلا الفيتو السعودي موجود موقفه هوني، عندك بهذا الاستحقاق اذا بدك تعملي انت كمان الفيتو حزب الله اساسي، بس حزب الله ما عنده الفيتو، فارق موقفه لما قلناها من زمان، بس فيتو تيار وطني حر على العماد جوزيف عون، ترجمه مثل ما هو باطلالته الاخيره جبران بسيط. ما بعرف قد ايه بياثر الفيتو تبع تيار وطني حر، ما تبع ليه ما بتعرف قد ايه بياثر؟ حزب الله حزب الله عنده ما بتصوت الكتله معه، انه ما حدا عم يجبر الكل، مش لازم ياخذ 128 صوت ايا كان. ليه موقفهم الفيتو فيتو حزب الله؟ هيدو فيتو حزب الله ما له علاقه بغير ليه هالقد موقفهم خليك معه للعماد عون حتى نوصف الامور مثل ما هي. لما عم تقولي فيتو حزب الله، فيتو كبير،
يعني فيتو انت اذا بدك اول شيء عنده قدره التاثير على الكتل الثانيه بالتالي الثلث المعطل. اثنين الشغله الاهم انه انت اذا بدك تروحي تجيبي رئيس غصبا عنه لحزب الله من دون ما تكوني تفهمتي انت وياه قبل وما الى هنالك عنده قدره خربطه امنيه ما تحكى بعضنا ما ولا اي فريق ثاني في لبنان بطبيعه الحال عنده هذه القدره وعنده هذا الغطاء الاقليمي اللي بيسمح له انه بس بدك تعمل تروح على قد اساسا مش وارده. انا مش هيك بقول لك حزب الله لديه قدره الفيتو هالمره. بال 2016 كان لديه قدره التسميه وكان للسعودي الفيتو ام لا وبعدين انشال الفيتو. هلا فرقت نتيجه ظروف المنطقه تغير المعادلات بالمنطقه زيد عليها تغير المعادلات بالداخل اللبناني كمان واكثر انت رايحه باتجاه مرحله جديده عنوانها مثل ما شفتي المثال الابرز ومثال الواضح الفائع كان الترسيم البحري.